طيب اسالك سؤال، ياك واحد مره قالك ابيك تطيح مخالفاتي، طيحتهم حقه؟ شلون طيحتهم؟ جاب الاوراق برنت، ايه رفعت اختم فوق وطيحتهم بالارض. ايه قال شنو هذا التطاحن؟ اسمع ابيك توقف عند الجدر، بقول اكرمك الله ابو يوسف انك كنا انت اللي طابخ. اوكي يلا يلا طباخ طيب من ابو عبيد ابو يوسف. ايه كمكم الله يا عبيد، ها تصخ بليد؟ لا لا تصخ اقول احسن. حبيبي اشرب فيك يا حسين. الميد اليوم انا بس بعرف شغله واحده، والله شغله واحده، ليش من نطبخ الميد يكثرون لك طبخ ابو يوسف؟ مو عنك والله. سؤال امانه، سؤال والله جد، شلون هذا اخوك؟ شلون هذا اخوك بس؟ ادي لا بس يعني وين الجمال؟ شوف الجمال، شوف الوي، شوف الخشم، خشم سيف ما شاء الله، شوف هني. ادي والله جد شلون اخوك؟ هو انا الحمد لله انا جيت قبله ترى. اما اللي طالع انت هو. ابو يوسف والله بس سؤال، تكفى تكفى انت بس حط الكاميرا على ابو خشم. ادري حط الكاميرا على ابو خشم. بس دقيقه بس دقيقه بس دقيقه، تدري ليش قطعوا الار سي؟ انت حطه بس انا اقول لك حطه. انا بس اقول لك شلون فهد اخوك بس جاوبني. نفس شلون انت متعقد هذا ابوك؟ انت شلون اخوك؟ انت شلون اخوك؟ ما تشوف دقود دقود دقود. حبي بس تكفى سؤال واحد، من متى تعرف ابوي؟ والله اعرفه من يوم كان القادسيه. حلو، يعني كم سنه صار لك؟ صار لي تقريبا الحين 35 40 سنه. ما شاء الله. اي نعم. عطني مواصفات الوالد. مواصفات الوالد سنسر. بقول لك بابا، يعني الوالد صار لك 40 سنه تعرفه؟ اعرفه 40 سنه. حلو. خرب المعرفه. سالفة أول مرة بقولها حصري. هذه والله راح أقولها خلاص، خربانة خربانة. اسمع أنت متعرفني أنا قبل إعلان معلان سفرة ما سفرة، أغلى شيء أخذكم أنتم ربعي خمسة ستة وياي بالإعلان ولا سفرة عادية خمسة. تعرفني أنا غبي بالسفر ولا شيء تسوي. جواز ما عنده، كله عندنا كل شيء عندنا. حلو. المهم يا جماعة الكنت والفلوس وهذا كله عند الشباب، هم يختمون هم يسوون هم يحجزون، أنا بس أمشي أهبل. فقعدت يمكن من 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 وأنا صغير لين تقريبا عمري 26-27 سنة كله أسافر وياهم، لو أروح البحرين لازم وياهم 4-5، بروحي مستحيل أروح. المهم أول ما ملشت شهر العسل قبلها باسبوع انا كنت رايح ويا عدول الشباب فرنسا. حلو، اسبوع رايح فرنسا ويا الشباب فرنسا وبرشلونه وشي، فقلت حق المره خل نروح انه يعني شهر عسل فرنسا وكوني خبير فرنسا. انا طبعا فرنسا ولا ادري عنها دارم، الفلوس عند عادل، جواز عند حميين. المهم قلت لها فرنسا عندي وفرنسا لعبتي. قبلها انا مكلم مال سفريات المكتب، قلت له حبيبي انا بني ادم 1-2-3 اول مره اسافر بروحي، وهو يعرفني يعني كله يحجز لي تذاكر. كله يحجز لي واتساب ولا شيء يحجز تذاكر ولا شيء يحجز كله. المهم قلت له حبيبي انا بني ادم خواف، احجز لي امن فندق في فرنسا. كان يكلمني مال سفريات قال لي، المهم قلت له حبيبي انا بني ادم خواف، احجز لي أأمن فندق في فرنسا. كان يكلمني مال السفريات قال لي، الله يذكره بالخير اسمه محمد، كان يقول لي بص حضرتك حسكنك فندق من أفخم الفنادق في فرنسا ويم بيت الرئيس، يعني أمان بشكل أنت ما تتصوره. قلت له خلاص دان. لما وصلنا المطار فرنسا، طبعا وصلت المطار هناك توهكت ولا أدري شنو أسوي ولا أدري. المهم مشيت الليلة وأنا رايح الفندق ولا طالع ولا برا في مظاهرات،
مظاهرات مظاهرات. ولا المظاهرات وين؟ عند بيت الرئيس. والله قبسه. يعني سوين مظاهرات عند البيت اللي يم الفندق. المهم اي شيء اكلم التاكسي انه وقف ولا فندق ثاني. انت انجليزي شنو؟ وانا عربي شنو انجليزي؟ المهم وخفت وما بيبين حق المره ان انا خواف. بين لها ان انا ضعيف. ما بيبين لها. فقلت خلاص لازم اسوي طريقه ان انا مو خايف. كان اروح الفندق الساعة 8 الصبح. يا جماعة من الساعة 8 الصبح ليش الساعة 7 المغرب وانا انام واقوم انام واقوم بس بأي طريقة ان انا ما اطلع اليوم لاني هذا الوضع. المهم دقيت على هذا قلت له ابن حلال مال سفريات قلت له شنو سويت فيني مظاهرات؟ قال لا مظاهرات كم ساعة وكل يوم سبت وهذه مظاهرات بسيطة يعني المغرب شي ما في شيء. فقلت له خلاص. فانا قاعد اكتب له واتساب ما بالمرة تصيدني أنا قاعد فأكتب له واتساب ونصه بدليات أنا بالصدق بدليات فهالمرة خايف ماكو إلا الحل ما فهم ولا كلمة قلت ماكو إلا حل واحد فأنا نفسي نايم الليلة كاملة التيم ورب الكعبة نمت كلمت الساعة 7 نمت ليش الساعة 8:30 9 التيم ولا أشوف في شيء يدش بعيني كان أصرخ غاز غاز كان أطيح بالفراش التيم ورب الكعبة صار صرخ غاز غاز اي غاز طحت من الفراش والمرة مسكينة مليوع قاعد دورة فندي ماي برتقال ولا الماي ماي مال برتقال دش بعيني. المهم عيني تعال يا فهد شو تسوي؟ المهم يا جماعة كنت مسافر فرنسا لابس ترينينج اسود وجاكيت جلد اسود قلت شنو تاجر فلفل زين اطق الكرفته والبس الدس الاسود ها زين تقول لي بنغاليه جون بكيات مخيم اسمع واطق هذا والبس مني من هناك كانت تقول لي دير بالك برا قلت لا تخافين مسافره يا رجل شنو اي لازم تبين شخصيتك طمنت ان الساعه 7 ماكو شيء كان اقول لا تخافين مسافره مع رجل كانت تقول لي بس دير بالك قلت لا تقولين شيء انا ريال خلاص اروح اجيب اكل وي. المهم نزلت تحت ينبعت عن الفندق ولا طالع في ليت ابيض وليت احمر من بعيد قاعد طالعهم ولا بقاله ولا طير عند البقاله ولا توي بسكر واقول اكسكيوز مي جاست شوكليت اني ثينج كان يقول لي نو نو اي شيد نو كان اقول له سكري سكري طبعا تي ماك فايده تكفى والله بس اخذ بطاطا واحد بس انا اكل بطاطا حبه واحده وتيم فصل علي وسكر البقاله وتعرف انت اوروبا 9:30 ما شنو ماكو ولا شيء مبطل ولا يم البقاله في بار صغير من برا لون احمر وخوال كل واحد اطول من الثاني وداقينا وانا الحين شنو؟ انا الحين تعرفني بعد مو خوال وبروحي التيم كان امشي خفيف ولا واحد من خوال التفت علي ولا يقول لي ولا يقول لي شوف هذا انا خايف شوف لا انا خايف شوف انا خايف يقول لي الخال ماي فريند كوم اون تيم كان بعد الخطوه شوي كان يقول ماي فريند اي سيد كوم اون تيم كان بعد الخطوه يعني شويه بعدها شويه زياده تيم لفيت عليه ولا ما ادري اشوفه شنو يحط قلت هذا بس حط هالشيء بيجيني ركض سبرنت وانا شويه كني باقي 50 وهذاك ضعيف هذاك ضعيف انا قاعد افكر ان هذاك ثلاث خطوات يصيدني لانه طويل انا كل ما قاعد اطالع قاعد اركز على ايده التيم انا التيم قسما بالله بس شفته ما ادري شنو حط كان ادق الليخ ركض للفندق ورب الكعبه من الخوف ما تجرأت الف رقبتي خفت اني ابطئ لما الف رقبتي خفت اني اصير بطيء جيت الفندق والله العظيم ما نطرت اركب اسانسير ودري وليل غرفه دشيت ما فيني نفس حاولت انطر برا شويه اتنفس مو قادر مختنق صدق انا من زمان مراكض تيم اول ما دشيت ولا تقول ايش فيك؟ كان اقول لها برد فر برد قلت لها برد لا برا برد فرنسا صج ثلج كان يقول صدق برد مو قادر برد مو لابس عدل كان يقول انا قلت لك البس اسمع التيم اخر شيء شنو سوينا؟
اثنين درنا افندي. الله الله وكيلك درنا افندي وبرتغال قسما بلا من الملل حاط قراص قدامي كل ما اكل برتغال بكون حبة داخل. ابو طلال يلعب كوت والله زمن الله. تعال خليك تنحاش ريال اللي يتكلم عدو ولا ايه يا ضفري عدو ولا تعال لا شنو كسرت حتى لا اكسر حسنا وبدأتي شنو لو يبي من دينار من ربع دينار لدينار اعطي شفيك انت والله قال شيله وقال شيله يا شيل شيل قال شيل حذف يا شارك نعم اي والله زمن صار يلعب ما شاء الله لا تنحاش الريال ما ينحاش هذا اي والله ورب الكعبه انت مو تقول انا اوقف عدو ولا من وصل له هنا هدا 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 خليبة خليبة بخليفة ليش اللي بلا قال؟ والله بخليفة هذا الصليب اي والله ثواني ميمو بيدك الميكر ولا واحد فيهم تلعبه ولا واحد ميمان حتى لو لعب معاه ميمة عند الباجر عند الخال مصلبط على اللعبة صلبة انا ما ليش هذا ورب الكعبة طيب اذا ما تعرف تلعب ليش قاعد؟ لا 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 ادي ليتس جو ادي ليتس جو ليتس جو فاكيكم جو فاكيكم لا 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 خل 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 فاكيكم 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 اخ 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 ادي ادي ليش علاء علاء ليش علاء ليش لا 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 اترك عني خلنا لا تخاف شوفني ابين بس ولا لا روح روح خش والله عذرا يسار 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 ايوه خش خش شفيك شفيك لا تستعبط شنو شنو؟ جرطمر قسم بالله جرطمر يا بيتي لا تسحب والله العظيم في شيء طمر ادرف عليك لا تسحب وراني وراني لا انا مش وراني ما راح لا انا ترى سمعت شيء والله والله العظيم قسم بالله في قسم بالله سمعت شيء ورب والله ما راح اقول لك شغله شوف لا تقول لي ولا اقول لك اسمعني خلنا نخش هنا اسمع انت شفت اول شنو صار ادري انت اسمع يبغى خشيني خش اوكي ني اوكي بقول حق عدول بقول حق عدول عدول تعال بيك موضوع قول حلو انت خشيني اسمع عدول راح يقبلك راح يقبلك راح يقبلك يا علاء قول حلو راح تخشيني اسمع اول ما يطلع انبح اول ما يطلع انبح ها اي اي خشيني يسار 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 خليك نازل خليك نازل تيم ابيك تنخش شفت الباب هذا ابيك تنخش ورا هالباب الحين بيطلع عيسى من الحمام بمر انا عيسى اول ما يطلع عيسى انبح صرخ ها روح رشيد رشيد الباب على اليسار بسرعه بسرعه تيم وقف على اليسار ها على على ناد ناد بعواص بسرعه والله جد يعورني والله عواص انزل خليه
انا خليك انت وعدول المكان هذاك. اوكي؟ لا خل عدول. انت وياه. يلا. يلا تعال عدول تعال 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 عشان الخرع الشمالي تعال تعال. روح ودي المكان هذاك روح. بسرعة. خليك خليك يا ابو عواس. عدول روح انت هون. لا 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 انت اثنين اثنين اثنين. خل عدول خل عدول. لا لا اسمع. عدول عشان لابس اسود. موني 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 ورا 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 الشارع هذه. لا 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 مو ورا الشارع حبي هذه هذه صغيره صغيره ورا هذا ورا هذه الصغير هذا اي اي روح بسرعه بسرعه. انت روح لهذا الشمالي ها ايوه يمين عدول يمين ايوه اي عدول شويه ارجع ورا شويه ايش فيك؟ لي طلعت اسوي دقه خويه ايش؟ روح يا اخي ما تخليني اوقف برا روح يا بعض تعال 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 شوف انت ما تبي دقه خويه طلع لي الجن شنو؟ روح يا حبيبي وخر يا عمي طلعني طلع اسمع طلع لي الجن ما طلع والله والله لو شيء خليك 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 هدني 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 اسمع انت تعال انت تعال انت تعال اسمع زين ايدي زين طلع الكلب والله ما طلع روح علوه تعال 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 امسك عدول ليش ما مسكت لا خلاص عدول تعال اسمع امسك الكلب لا تمسك امسك لا تمسك امسك خله 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 وين على مسكت قول اسمع اسمع انت خشني 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 الحين انا بيك خش ورا 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 اسمع ابو عواص انت تروح داخل زين وين داخل الحين انت ما تروح داخل انت اطلع من هنا واطلع لعدول اطلع لعدول من هنا هي يلا من هنا يلا من هنا اسمع شمالي انت خليك برا انت خليك برا انت نادلي هذا حمود زين انت حمود تيم حمود بس هيك حمود بس هيك اطلع له صرخ عليه ها وراح يطلع له شمالي ماشي يلا اسمع قلت شلون تيم حاول لا لا اوكي اوكي التيم حاول حاول طالعني حاول خليك طالعنا طالعني من هالفتحه طالعني عشان عشان اول ما يكخر طالعني يلا شوف شوفك التيم ايوه ايوه خليكني ايوه ايوه التيم بس اقول له بس اقول لك تعال تعال ها اسمع اسمع عدول بس بس اقول له تعال بطل قفص اطلع له من هني على طول على طول اطلع له على طول اوكي يلا حبي على على مسابقة واحد اثنين ثلاث بس أربعة. هذا بس اثنين خليني اقول بس مزرعة هني ما يقول خش لا ما راح اقول خش اسمع مسوي جائزة ساعة هواوي قيمتها 300 دينار حكم. ايوه ايوه بلش اي هذا شوف من واحد لاربعة شوف التيم اختار اختار واحد من الشباب وعلى ها حلو وانت وشمالي شوف انت وبعلقه لازم تدشون داخل هناك لا مو خكارو مالش انت اخترت بعض لا لا هم انزين قول تبي احنا ندش لا انتم ما تدشون لا انت تدشون داخل هناك اختار ابو عواص المسابقه كذي والله وين هم الحين عرق هم يدورونكم لا حبيبي لا ما نبي لا شو المسابقه خلاص انت ليش اخترت على حلو حلو المسابقه اي حلوه بلا بلا كمل 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 اسمع بتروح عليكم الساعه كيف لا حبيبي لا ما نبي لا شو المسابقه خلاص انت ليش اخترت على حلو حلو المسابقه اي حلوه بلا بلا كمل 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 اسمع بتروح عليكم الساعه كيف اسمع كلامي اسمع كلامي خلاص انا اقول لك شغله انت وعلاء روحوا خشوا اي مكان برا بسرعه الحين
اوكي عادي كيفك دبر نفسك عندهم تيشم عندهم عندهم 30 ثانية يدورونكم بس لا لا انا ابلش اطلع من الحين الشمال على ما يطلع من هني للباب 50 ثانية يلا اطلع ايوه 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 يلا ابو علي يلا نكتب خلكم شباب ها؟ اي خلكم لا خليك بابا قرب تعال تعال علاء علاء تبي تطلع؟ تبي تطلع؟ اي اي تعال تعال تعلق شوي تعال هني وين؟ اسمع انا انا جاي انا جاي حق عادل ان انت نايم وقال انا بروح اطق زين بيطقك عدل بيني؟ اي اي فنسك نايم بس شوي شوي حرام لا يخاف بس تيم تيم شوي شوي تكفى تكفى شوي شوي حرام لأنه والله راح يصير في شيء هدي ليش ليش لا 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 خلاص لا على والله ابويا اقول حق عمي عطني يا انت شنو والله صح ادري شنو ليش تقول شنو ايش تقول ليش تقول له بي ما قلت له ما قلت له قلت حق منو قلت حق منو حق الخرا ايش ادري ما قلت له شنو قلت له ليش تقول انا بيجي لك يعني وبعواص ناطرني ادري 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 سبع انا قلت له ليش تظلم التيم؟ ادري ليش تظلم؟ ادري فيديو قاعد تعورني كم روح نطق اثنين انا وياك؟ روح نطق نكسر نلعن خير خير قوم 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 بعد احتجناك راح نقول لك تعال ها؟ تعال 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 بعواص تعال تعال دول تعال تعال بعواص شوف شفت شفتها على شكله انت ايش قلت لك ايش قلت لك قلت له لا لا بعواص الغالي ايوه تعال تعال هذا هذا اللي قال خلنا قال خلنا اروح اطقه خلنا اروح اطقه خلاص ليش ما خلينا ننام خلاص اسمع 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 بس خليني اقول لك خلاص عشان خاطري خلاص شنو قال سامحه خلا عندي خطه عادي خلاص يا بابا يا نجاس انت شو تستحيل انطخ انطق على طول
التيم خنطق على طول خنطق على طول. انا بلش تعال تعال عيسد. بس بقولك شيء دقيقه تعال تعال تيم تعال خلصك الباب. لا لا خلا 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 بس خلا اكلمك. احنا اثنين الحين نحطك نكسرك هني. اسمع تحطهم شنو؟ اسمع خلا اقول لك طول بالك سكت وايد طول بالك. خلا اقول لك انا قاعد اقول له خلنا نام. قال يطق عيسى. قلت انا ما راح اطق عيسى. انا بيي اسلم على عيسى اخوي وهذا يبي يطقك. يلا عدول مع السلامه. يلا مو كذي عاد مو كذي والله مو كذي. شوف هذا ليش تعلش الصجية والله ليش تعلش؟ أدري ليش نام هني؟ بالله بعد شنو بينام هني هذا؟ تيم الدول الدول أبو يلا بواس بواس وقت دبعي يلا أبوي من قاعد استعود في هذا الصوف يبو يلا قوم تأخرتو على على أبوي أبوي تأخرتو استعبط شنو خلاص نعميش فيه شنو نايمين؟ نايمين يا ما تشوفنا طالع لي شعرك معفس من فوق شنو كذا كوت. لا خلاص 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 والله خلاص.